بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على خاتم أنبيائه ورسله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين صاحب الفخامة الدكتور درويش دوغلو رئيس جمهورية شمال قبرص التركية دولة الأستاذ إيسين كوشوك رئيس الوزراء معالي الأستاذ الدكتور مهدي حسان أوغلو الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي معالي الأستاذ أوزتوركن وزير الخارجية معالي الأستاذ سونات آتون وزير الاقتصاد والطاقة سعادة الأستاذ أحمد جاكيكي وكيل وزارة الاقتصاد التركي سعادة الأستاذ رفعت هيسار جيتلي أوغلو رئيس مجلس اتحاد الوقف وتبادل السلع التركي أصحاب المعالي أصحاب السعادة أيها الإخوة والأخوات سلام من الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته أحمد الله تعالى ثم أستهل بالتعبير باسم ضيوف القرن جميعا عن أسمى عبارات الشكر الجزيل وأجل آيات التقدير لفخامة الرئيس الدكتور درويش الأوغلو لتشريفه حفل افتتاح مؤتمرنا هذا نشكره ونشكر جمهورية شمال قبرص التركية شعبا وحكومة للاستضافة الفياضة وعلى ما لمسناه جميعا من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. إننا في مؤسستكم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تشرفنا المشاركة في تنظيم منتدى استثمر في شمال قبرص ويسرنا أن يتداعى له هذا الجمع المهيب من كبار الشخصيات ورجال الأعمال فخامة الرئيس إننا سعداء بكل فرصة لقاء مع فخامتكم سعدنا مطلع هذا الأسبوع بزيارة فخامتكم مقر مؤسستكم البنك الإسلامي للتنمية في جدة ونحن اليوم نسعد بترأسكم حفل افتتاحنا هذا نعم نسعد ويسعد ضيوفكم الكرام أيضا وهم يستذكرون المكانة المرموقة التي تبوأتها قبرص في قلوب المسلمين وفي تاريخ الحضارة الإسلامية ففي عام 28 هجرية 649 ميلادية أدرك الخليفة معاوية بن أبي سفيان ببصيرة ثاقبة الأهمية الاستراتيجية لهذه الجزيرة إن هذه الجزيرة تتميز بموقع استراتيجي تبنتها به أوروبا وهي بوابة إلى آسيا الشرق الأوسط وإفريقيا ولديها
قوة عاملة ماهرة من مؤهلين علميا وفنيا. وقد حاز بنية تحتية جيدة واقتصادا حرا متناميا وبيئة داعمة ومشجعة للاستثمار الخارجي. وإن لدى أمتنا مصادر عدة مثل صناديق الثروات السيادية وبرامج السكوك ترنو للاستثمار في برامج النمو الاقتصادي في كل سوق واعد. وهذا البلد صاعد واعد بإذن الله وبحول الله. فخامة الرئيس، إن الجميع لا يحدوه الأمل في أن يتوج هذا المنتدى الهام بكل النجاح في استكشاف الفرص الاستثمارية في هذا البلد الجميل. والأمر وصيله في أن تكون النتائج عند حسن ظن المواطنين الأعزاء ووفق تطلعاتهم، وأن يحل بها للبلاد الازدهار والاستقرار. وإن مؤسستكم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمؤسساته المتنوعة، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتنمية الاستثمار واعتماد الصادرات، والمؤسسة التوحيدية الإسلامية لتنمية التجارة، إن المجموعة كلها تتابع بكل اهتمام نتائج أعمال هذا المنتدى الكريم، وسوف تساهم بإذن الله بكل فاعلية في تنفيذ ما يتوصل إليه من توصيات وما تتقدم به من اقتراحات. وأختم بشكر العاملين على تنظيم هذا المنتدى بحسن التحضير المؤذن بالنجاح والفلاح بإذن الله وحوله. والله ولي التوفيق وسلام من الله عليكم جميعا.